المشكلة how to crawl this data. بس هسا بنحكي عنها بعدين. بس أهم إشي إنه لما طلع الستاندرد ها لعلمكم أوباما أعلن عن الستاندرد ولا عمرها صارت إنه يجي واحد سياسي أو رئيس أمريكي يتدخل ويعلن عن إشي فني صح؟ نوادر هاي لأنهم يعتبروه huge challenge. كديش بسيط على فكرة فيش شيء أكثر من حكيته بس كديش الموضوع تأثيره حيكون كبير. الحكومة البريطانية أعلنت إنه كل المواقع الحكومية تبعت الداتا تبعتها لما تحطها بتحطها RDF. على فكرة في شيء اسمه مايكرو فورماتس قبله في كانت إرهاصات للموضوع حطوا مايكرو فورماتس مايكرو فورمات للإيفنتس مايكرو فورمات للأشخاص الفي كارد إذا بتشوفوا الإيفنت كارد هاي وهي كلها راحت هاي المايكرو فورماتس هلا الستاندرد RDF فهي الأشياء جاهلة يعني حتى لو أنتم فلسطين ما سمعتوش عن كثير ويب سايت زي هيك فهي جاهلة بتوقع هسه يستغنوا عنه RDF بشيء احسن كمان مره؟ بتوقع انه راح يستغنوا عنه بشيء احسن ما هو لسه هسه ما قولنا ما عرفش بس النقطه اللي بدي اقولها انه احنا بنلزم انه نجرب بجوز موقع جامعه كبير زيت محمد الببليكيشنز اللي فيه RDF ريتاج الببليكيشن ليست الببليكيشنز RDF يا ريت ان كمان نضيف ونضيف ونضيف هاي القضاء بس الشيء الاعظم على فكره بالنسبه ليش اللي شايفين تاثيرها الناس لانه السيرش انجنز طيب حاطط RDF لسه السيرش انجنز مش جاهزه زي ما قلت لكم تعمل كرول قلت لكم قبل في جزء البريك تعمل كرول لكل الداتا كاستراكشر لانها لما تيجي تحطها فوق بعض او صار الجراف اكستريملي هيوج او بلشنا نحكي عن البيج داتا اذا صح هلا في براكتيكال سيشن بدي اعطيكم هون انا تو فايلز كوبي بيست هذا عن بيبل وفايل ثاني عن بروجكتس ها هاي فايل ثاني عن ثلاث سلايدز على فكره هون عن اوبس عن بروجكتس اللي بدي اياه بدي انه تشوفوهم تطبقوهم وبدي منكم لحظة ثواني تطبقوهم تقرأوا شو المطلوب في الفاليديتر يعني انتوا لما شو بتساوي شو بتعمل RDF اي سوري بتعمل اي ويب بيج وبتعمل لها انوتيشن بتضلك تطلع ديستيل تستعمل الديستيلر تشوف هذول تحط تستعملها عشان تشوف اللي بيطلع عندك صح؟ خذ اللي عندك اللي بيطلع من هون وحطه كمان بالار دي اف فاليديتر عشان تشوف انه بتطلع نفس النتائج ولا لا يعني هاي في مثالين خلينا نقول مثالين عشان والويب سايت تبعي المفروض انه فيش فيه اغلاط يعني فيش فيه ميستيكس او مرات بعدل على الويب سايت ومرات بنسى احط RDF بس انه بتشوف هاي مثال في امثله يعني بس كوبي بيست لهي الكود فيش داعي تقراه هون صغير عشان احطه كله في سلايد بعد بس كوبي بيست وحطه وجرب اللي بدي اياه باختصار ال XML ال HTML شيتس تبعتكم سوري المارك شيتس تبعتكم انكم تكتبوها RDF وتعملوها وتقارنوا بين الـ RDF A اللي طلع معاك الـ RDF اللي طلع معاك مع الـ RDF اللي انت سويته أصلاً بالمشروع لأنه بلاش تغلط تكون هيك انت عارف شو الـ RDF يعني بدك تبرر لك إياها كـ HTML كيف؟ تبررها بدل الـ RDF أنا بسلمها إيش؟ HTML بس بتعطيني اللينك وبعدين أنا بحطها بالديستيلر عشان أصلحها بحطها بالديستيلر وبطلع النتيجة طلعت النتيجة بتطلع الجراف أنا هطلع الجراف وكانوا طبعاً بالار دي اف لسنة زمان طلع نفس الجراف ولا لا بنكون أنا وياك أصحاب على الآخر أنت صرت تعرف إيش تعرف ار دي اف في أي سؤال دكتور الار دي اف يعني أجل تطوير عن الميتا داتا الميتا داتا مش تكنولوجي
الميتا داتا مصطلح هيك. هي هاي كلها ميتا داتا. في اسئله ثانيه؟ ها؟ طيب يعطيكم العافيه.